يا ولدي اسمعني، يوم تكبر بتستوي أب ناصح لعيالك وخير مثال لهم، مصدر عزوتهم وفخرهم. الأب يوم ينصح عياله يكون لهم مثال الأب الصالح والزوج المخلص والسند في البيت لحرمته وعياله وحتى أهله وجيرانه. حنا في وطن نحب ونحترم فيه الكبير والصغير، ونعاون الغني والفقير. يا ولدي زوج الصالح يبني أسرة صالحة، والأسرة الصالحة تبني وطن. يا أبوي أنا هني ويا عيالي وأسرتي، وما فارقني كلامك اللي فهمته وحفظته. استويت الأب الحاضر في حياة عيالي، والمربي الناصح، والزوج المخلص المسؤول مثل ما وصيتني. وربينا عيالنا على سنعنا والعادات والتقاليد، ننتمي لديننا وقيادتنا ونخلص لوطننا. فالأوطان ما تبنيها أسر متفككة، يبنيها الترابط والحب. الأسرة تقوم على مسؤولية أب وأم، وإذا قدروا يبنون أسرتهم الصغيرة يقدرون يبنون وطنهم الكبير.